فرصة جديدة لسيدة سعودية تطالب المنظمات الدولية بمساعدتها للحصول على اللجوء، ولكن هذه المرة هي أم لثلاثة أطفال، غادة الفضل أم سعودية وصلت إلى اليونان محاولة الحصول على لجوء سياسي هي وزوجها وأطفالها الثلاثة. غادة قامت بفتح حساب على تويتر منذ 4 أيام لتناشد من خلاله المنظمات الحقوقية بمساعدتها للحصول على اللجوء في اليونان بعد أن علمت باحتمال رفض طلبها. كتبت في أول تغريدة: أنا غادة عبد الله الفضل من المملكة العربية السعودية، حياتي وحياة أطفالي في خطر، الأمم المتحدة لم ترد علينا بقبول طلب لجوئنا حتى الآن، أناشد جميع منظمات حقوق الإنسان إنقاذ حياتي وحياة أطفالي. وتسرد غادة قصتها على تويتر منذ الطفولة، تقول: عندما كان عمري 13 عاما أجبرت على الزواج برجل يكبرني ب15 سنة وكان يضربني ويعتدي علي جنسيا، وحرمت من إكمال دراستي وأنجبت منه 3 بنات، وبعد مرور 13 سنة استطعت الحصول على الطلاق. غادة تقول: بعد انتهاء العدة أجبرت على الزواج من رجل آخر كان بخيلا واضطررت للعمل كبائعة للحصول على المال. اعتدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عليها كما تقول والقول لغادة، ومنعتها من العمل كبائعة، ووجهت إليها تهمة الاحتفال بمولد النبي. وفي عام 2010 حصلت غادة على الطلاق، وثم هاجرت إلى سوريا خوفا من تزويجها مرة أخرى. بحسب رواية غادة، فقد تزوجت في سوريا من شخص يحمل جنسية أجنبية، وقبل بدء الحرب عادت إلى السعودية لتوثيق زواجها، ولكن السلطات رفضت الطلب. عادت إلى لبنان وحاولت الحصول على تأشيرة لزوجها من السفارة السعودية هناك، ولكن تم رفض الطلب مرة أخرى وطردت هي وزوجها، واضطرت العودة إلى سوريا للعيش هناك حتى في فترة الحرب تحت القصف على حد تعبيرها. طلبت غادة تجديد جواز سفرها من السفارة السعودية في بيروت، وقدمت موافقة رسمية من أخيها عيسى بصفته ولي أمرها، حيث أن تجديد جواز السفر أو السفر خارج السعودية يقتضي موافقة ولي الأمر. اضطرت بعد ذلك كما تقول العودة إلى سوريا والعيش هناك فترة الحرب تحت القصف على حد تعبيرها، حتى استطاعت الهرب بطريقة غير شرعية، ووصلت إلى اليونان وتقدمت بطلب اللجوء، ولم يتم إخبارهم حتى اليوم بقبول ذلك الطلب، قبل اللجوء طبعا. هذه الصور نشرتها غادة عبر حسابها على تويتر لتوثق لحظات وصولها إلى اليونان على مركب مطاطي عبر البحر، وتقول إنها تعاني هي وأولادها هناك ولا تعلم ماذا ينتظرهم غدا. مشاهدين معنا عبر خدمة سكايب من يونان غادة الفضل التي تحدثنا عنها وقرأنا لكم قصتها. مرحبا بك سيدة غادة، تفاصيل كثيرة رويتيها عن حياتك، ولكن ما هو الخطر الحقيقي على حياتك إذا ما عدت للسعودية؟ يبدو أن أخوك قد وفر لك طلبا أو يعني نوع من الكلام الذي يقول فيه بأنه يضمنك للحصول على جواز سفر كولي أمرك، وأنت متزوجة يعني على ذمة زوج ولديك 3 أطفال. نعم، حصلت على الموافقة في عام 2017 للموافقة بتجديد الجواز بلبنان من أخي. طيب الخطر إذن الذي المحدق عليك على حياتك في السعودية من؟ تقولين أنهم سيجبرونك على الزواج مرة أخرى، أو سيجبرونك على فعل أشياء لا تريدين فعلها، من الذي سيجبرك إذا كان أخوك متعاون كما يبدو من هذا الكتاب الذي بعثه لك؟ متعاون، بس بالرجوع صعب إن أنا أرجع، لأن أنا حطيتهم قدام الأمر الواقع وتزوجت الأجنبي. هذا الأجنبي هل هو سوري؟ لا. طيب يعني بالنسبة لك الآن، يعني لجأت إلى تويتر، هناك الكثير ممن يلجؤون إلى تويتر فقط لي يعني استجرار العطف من قبل المؤسسات الدولية حتى ينظروا بقضيتهم، بالتالي يحصلون على اللجوء.
إلى أي مدى أنت ترين أنك لجأت إلى تويتر فقط بسبب ذلك عندما علمت أن طلبك سيرفض؟ لأن لم صعب إن ألاقي، يعني سنتين حاليا أنا باليونان ولم يتم الرد، وهل لم يتم الرد والموافقة أو الرفض على لجوئي، وكنت لاجئة لسوريا بسوريا 2011، كنت لاجئة بسوريا. وبالتالي ف بعد لجأت إلى تويتر هل تغير الوضع؟ هل وصلتك أي رسالة من الأمم المتحدة إذن؟ إجوا إلي زيارة بالبيت طبعا، بس ما في أي شيء تنفذ أصلا، يعني أبدا أبدا ما تغير شيء.